ونزل من مدينة المنورة ألم به المرض وزاد عليه الوجع، فقال لأصحابه: إني أريد أن أزور شهداء أحد. كان وفيا لأصحابه فزار شهداء أحد، ثم بكى صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما يكيك يا رسول الله؟ فقال: اشتقت لإخواني. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي.